وتجسيدا للأجواء الروحية التي تسبق زمن المجيء، تواصل كنائس المملكة احتفالاتها بطفل المغار الآتي إلى هذا العالم، وذلك من خلال إقامة البازارات الميلادية والاحتفالات الدينية التي تصحبها إضاءة شجرة عيد الميلاد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. ما زالت أجواء الميلاد المميزة تعم أرجاء كنائس ومحافظات المملكة، تتهيأ بالبازارات الميلادية وإضاءة أشجار عيد الميلاد المجيد في أجواء مملوءة بالحب والسلام والسعادة. ففي بلدية أم الجمال، المدينة الأثرية التي تقع وسط البادية الشمالية، ولأول مرة أضيئت شجرة عيد الميلاد. شارك في الاحتفال قدس النائب البطريركي للروم الأرثوذكس الأرشمندريت فينيديكتوس كيال، والقائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور ماورو للي، ولفيف من الكهنة والرهيبات، والفعاليات الرسمية والشعبية، وجمع من أبناء محافظة المفرق ومن مختلف محافظات المملكة، حيث شاركت جوقة كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس وكشافة كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في المفرق بالتراتيل الشجية من وحي المناسبة. بدأ الاحتفال بالسلام الملكي وكلمة ترحيبية من رئيس بلدية أم الجمال حسن رحيبي، ومن ثم إلقاء عدد من الكلمات من قبل الضيوف، ثم توجه الجميع إلى الساحة العامة لإضاءة شجرة الميلاد. اليوم تعيد فتح صفحات التاريخ في هذه الجوهرة السوداء أم الجمال. نأتي إلى هنا مدعوين من أهلها، شيوخ، أولاد شيوخ يصرون بطيبتهم وطيبهم وإيمانهم وإنسانيتهم ووطنيتهم وأردنيتهم وبدويتهم، يصرون على أن يفتحوا قلوبهم كما فتحوا صواوينهم لاستقبالنا لكي نضيء معا شجرة قلنا عنها أنها شجرة وحدة وطنية لا شرقية ولا غربية. جئنا اليوم نحتفل مع أحبتنا المسلمين بعيد الميلاد المجيد، وهم المحتفلون وهم المرحبون وهم المعازيب وهم أصحاب الفكرة في هذه الأرجاء. في هذا اليوم هو يوم مميز جدا، وهو إضاءة شجرة عيد الميلاد في منطقة كثير حيوية، ونتمنى لها المزيد من التقدم والازدهار. هي مدينة أم الجمال الأثرية، حيث تحتوي على العديد من الأماكن الأثرية من كنائس ومدرجات وكذلك أبراج وبعض المباني التي هي بأمس الحاجة إلى دعم كل مواطن أردني عنده غيرة على هذه البلد وهذا الوطن. نطلب من الرب الإله العلي أن يحفظ الأردن ملكا وأرضا وشعبا، وأيضا كل الشكر والتقدير للسيد رئيس البلدية أم الجمال السيد حسن على الجهود الجبارة، وأيضا لكل فرد من أفراد عائلة وأهل وسكان مدينة أم الجمال على الجهود التي بذلوها في هذا اليوم الذي نعتبره يوم ناجح بامتياز. هاي أول إضاءة شجرة ميلاد بأم الجمال، وهي رسالة إلى القاصي والداني. إحنا بالأردن هيك تربينا، هذه رسالة الهاشميين، وكل عام وإحنا بخير كلنا بهالوطن، كل عام وقائدنا وشعبنا وفسيفسائنا الجميلة اللي إحنا دائما نعتز بتاريخنا بالأردن بنسيجنا الوطني. فرسالة أم الجمال هي جزء من رسالة عمان، جزء من رسالة جلالة الملك، اللي إحنا دائما نعتز ونفتخر بوسطيتنا وبحبنا لبعض. وكل أبناء أم الجمال والبادية يقولوا لكل الأردنيين كل عام وانتم بخير. بصراحة جميل جدا هاي المبادرة اللي عملتها بلدية أم الجمال في إضاءة شجرة الميلاد لأول مرة، فهذا مش غريب علينا ومش غريب على الأردن والأردنيين. نحن في البلد اللي متعايشين مع بعض، محبين لبعض، مش بس بالقول إنما بالفعل كمان. نحن منبارك هاي الإضاءة، إضاءة الشجرة طبعا، ومنبارك هذا النشاط اللي عاملينه بلدية أم الجمال. طبعا في كانت زيارات سابقة وفي مبادرات سابقة اللي هو كمان قداس في أثارات وبطركية كاتدرائية أم الجمال اللي هون من الأثارات القديمة، عملوا دائما كل سنة قداس احتفالي، وكان
غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اللي ترأس الاحتفال، واحتفالات سابقة قامها بطاركة كمان الكاثوليك. فمنقول بهاي المناسبة من أم جمال كل عام وأنتم بخير، وبلدنا بخير، وكنيستنا بخير، وشعبنا بخير. بهاي رسالة للعالم كله أجمع أنه الأردن لا فرق بين ديانات، بل الدين يجمع، الوطن يجمعنا والدين لله. الحمد لله، يعني المفرق اليوم السباق الصحيح على المستوى المملكة بفرحة أعياد العيد الميلاد، وخصوصا تزامنت مع عيد تسليم جلالة الملك جائزة المحبة والسلام وسعادة أرض الباقورة وأرض الغمر. والحمد لله اليوم اجتمعوا العرب كاملين باعتبار مسيحي ومسلمين، مسيحي الشرق اللي دائما فزع على أخوانهم مسلمي الشرق، ونقول كل عام بخير ويا هلا فيكم. وفي مدينة الزرقاء أضاء رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني شجرة عيد الميلاد المجيد على مدخل مدينة الزرقاء بحضور عدد من رعاة الكنائس وجمع غفير من أبناء المحافظة. وقال المومني إن مناطق المملكة تعيش حالة من الوئام والتآخي بين الأديان، والتي أصبحت سمة المجتمع الأردني. اليوم نحتفل في مدينة الزرقاء مدينة العسكر، نحتفل باليوم الوطني، إنه يوم وطني فيه نضيء شجرة الميلاد المجيد، شجرة الحياة، شجرة النور والسلام. اليوم معا نحتفل زرقاويين مسيحيين ومسلمين بإضاءة هذه الشجرة، بهذا العيد، عيد الميلاد المجيد، عيد أمير السلام، عيد ملك النور، الذي يريد من كل واحد منا، من كل إنسان، أن يكون نورا في العالم وملحا في الأرض. نطلب من أمير السلام أن يعم السلام في العالم أجمع، في البلدان العربية الشقيقة، وأن يبقى كما هو الأردن بقيادة الهاشمية واحد أمن وسلام واستقرار. وكل عام وأنتم بألف خير، وكل عام وأردننا بخير، وكل عام ومليكنا المفدى بألف خير وسلام. نلتقي في مدينة الزرقاء أسرة أردنية واحدة بكافة مكونات نسيجنا الوطني، حتى نحيي الميلاد المجيد بالمحبة والتآلف والتآخي، ونرسل رسالة إلى العالم: هنا الأردن، هنا وطن أبو الحسين الذي يرعى مسيرة هذا الوطن ويقود الوطن بكل محبة بكافة مفرداته. تحية إلى كل أهلنا في الضفة الغربية الذين يعيشون أيام هذه العيد وهم تحت ظل الاحتلال. نرسل رسالة محبة وشوق لهم، ونردد هناك حيث المدود: المجد لله في العلا، والسلام القادم لأرضنا الحبيبة. دمتم ودامت أفراح الوطن وأعياده في ظل قيادتنا الحكيمة، وفي ظل وحدتنا الوطنية ومحبتنا. والمجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام الدائم. هاي الشجرة هي رسالة من أهل الزرقاء كلياتهم من مختلف الأصول والمنابت والأديان. هاي الشجرة هي رمز للمحبة. هاي الشجرة إحنا كشباب بالزرقاء بنعتبرها نموذج للفرح، مستناها كل سنة علشان نعبر فيها عن هويتنا اللي هي بتتجاوز كل الهويات الفرعية. هاي الشجرة احنا بنصر كل عام انها تكون موجودة وجزء اساسي من معالم مدينتنا ومدخلها، علشان نرسل رسالة من الزرقاء للأردن للعالم انه شباب الزرقاء غير، شباب الزرقاء ثقافتهم وتقبلهم للآخر غير. كل عام واخواننا واهلنا المسيحية بالأردن وبالمنطقة العربية وبالعالم بألف خير. كل عام واحنا مشبه بعض، كل عام واحنا عزوة وسند لبعضنا البعض. كل سنة وانتم سالمين يا رب. وفي محافظة الزرقاء راعى السيد عيسى فؤاد حداد فعاليات البازار الميلادي 11 لمجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي في قاعة الأب ماريو فورلان بحضور كاهن الرعية الأب إياد بدر والكاهن المساعد عامر جبران وعدد من المسؤولين وأهالي المنطقة. شمل البازار الذي استمر 3 أيام على التوالي على العديد من الفقرات والأنشطة التي استقطبت العائلات بشكل مميز، حيث رصد ريع البازار لدعم أعمال المجموعة الخيرية. نشكر قدس الآب إياد بدر اللي دعانا لنكون راعي لبازار المجموعة الكشفية لدير اللاتين الشمالي بالزرقاء، ونتمنى للجميع أعياد بلدية وكل عام وانتم بخير، ونتمنى لنور سات مزيد من التقدم والازدهار. كل عام وألف خير إخواننا المسيحية، وكل عام
وأعيادهم أعيادنا وهم أهلنا وهم ملح البلاد اللي كلياتنا نعتز فيها. اليوم كشباب حبينا نقدم هذا السلوك اليوم لنكون موجودين مع أخواننا حتى بمساعدتهم ووجودنا معهم، لنكون كشباب أردني اليوم إيجابي، لنقدم هذا الصورة اليوم اللي بتعكس أيضاً تراث البلد وتعكس أيضاً اليوم رؤية حتى جلالة الملك لهذا العيش المشترك اللي كلياتنا نفتخر فيه بتنوعنا ومحبتنا لهالبلد رغم اختلافنا ببعض بوجهات نظر بالدين باللون بالفكر، لكن اليوم نقدم نموذج أردني يستحق منا اليوم كأردنيين أيضا أن نكون إيد واحدة اليوم، خاصة مع الظروف اللي بتمر فيها البلدان حوالينا اللي بمر فيها الأردن، خاصة اقتصادية واجتماعية بالمشاكل اللي ممكن تواجه البلد نقدر نحلها اليوم بتماسكنا بتعاضدنا مع بعض ونقدم هذا النموذج. بتمنى أنه نحتفل بعيد الميلاد، نحتفل فيه كأنه أول مرة نحتفل فيه، نحتفل نعترف نصلي نسامح نتصالح ونزين بيتنا وقلوبنا بمحبة المسيح ومسامحة المسيح ومغفرة الآخرين، وكل بيت كمان لا ينسى يعمل مغارة، ليس فقط الشجرة شجرة الزينة ولكن المغارة تذكرنا بالله الذي يحبنا يسامحنا ويطلب منا أن يكون له شهود في عالم كله ظلام، في عالم مع الأسف تطغى عليه الخطيئة، نحن شهود المسيح ونحن بذور نستطيع أن نزرع في كل مكان، نحن في أن نزرع المسيح المحب، المسيح المسامح، المسيح المتواضع والمسيح الخادم. نشكر الله كان في حضور مميز كالعادة، نشكر راعي احتفالنا لهذا اليوم السيد عيسى حداد، نشكر راعي الطائفة اللي سامحنا نأخذ هاي المساحة بالرعية كونه فعالية من الفعاليات الرئيسية بهاي الرعية، شكرا لرعيتنا اللي دائما عند حسن الظن، نشكر جميع الناس اللي شاركونا اليوم الافتتاح. ريع البازار بروح لنشاطات المجموعة الكشفية والإرشادية بالإضافة للفرقة الموسيقية، وإن شاء الله لخطة المجموعة عام 2020، وشكرا للجميع. نشكر قناة فضائية نورسات ممثلة بالدكتورة باسمة السمعان اللي دائما موجودة معنا بكل احتفالاتنا بكل مناسباتنا، ونشكر الجميع على الدعم، وكل عام والوطن والجميع بألف خير. وفي كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في منطقة تلاع العلي بالعاصمة عمان، رعى السيد رائد البهو مدير البعثة البابوية في الأردن فعاليات البازار الميلادي 19 الذي تنظمه مجموعة كشافة ومرشدات قلب يسوع الأقدس تلاع العلي بحضور كاهن الرعية الأب علاء مشربش والكاهن المساعد جوزيف سويس وجموع من أبناء الرعية وضيوفها، حيث رصد ريع هذا البازار لدعم العائلات المستورة والأقل حظا. نشكر الرب دائما على هاي الموسم الأعياد اللي بيرجع بجدد حضوره بناتنا الرب وبعطينا الفرح نكون فعلا فرصة جديدة لحتى نفرح مع بعضنا البعض. بتمنى للجميع حقيقة بهذا الموسم بعيد الميلاد المجيد كل النعم والبركات من الرب، أن يحل السلام الجديد في قلوبنا وفي أرضنا، بحاجة فعلا للسلام الحقيقي لنبني السلام في عالم اليوم. كل سنة وأنتم سالمين، ميلاد مجيد وسنة ميلادية جديدة عليكم، وأيضا بشكر دائما فضائية نورسات اللي بتغطي فعاليات ونشاطات رعيتنا رعية قلب يسوع الأقدس. مني ومن أبناء الرعية كل الشكر والاحترام لكم، منا فعلا كل التقدير، كل سنة وأنتم سالمين والرب يبارككم. شرفت اليوم بافتتاح بازار رعية قلب يسوع الأقدس بمعية أبونا علاء وأبونا جوزيف. هذه الرعية طبعا الشاملة والكبيرة، هذا البازار يعتبر بازار فعلا مش بازار، هو مهرجان بيشمل ومميز لكافة العائلات، بنفس الوقت أيضا البازار نفسه أعطى فرصة للعائلات ليعرضوا إنتاجاتها ويعرضوا إبداعاتها ويزيلهم دخل إضافي في خلال موسم العيد. وزي ما حكينا إنه إحنا هذه جزء من تحضيراتنا بترتيبات زمن المجيء وعيد ميلاد سيدنا يسوع المسيح طفل المغارة اللي كلنا بنستقبله بفرح وسعادة. وفي كلية القديس يوحنا دي لاسال الفرير افتتح مدير الكلية الأستاذ جابي غزاوي فعاليات البازار الميلادي لطلبة الكلية، حيث عرضت العديد من المنتوجات والهدايا للأطفال وقدمت العديد من الترانيم الميلادية من أداء الطلاب. تم اليوم افتتاح بازار كلية دي لاسال الفرير، وزي ما انت شايف الأجواء رائعة ومميزة. الهدف من البازار طبعا هو المشاركة في
الاحتفالات والتحضير لعيد الميلاد. نحكي للجميع كل عام وانتم بخير، ولد المسيح هللويا. من ضمن احتفالات كليجة دي لاسال بأعياد الميلاد المجيدة، حبينا نبلش هاي السنة ببازار الفرير، وعم ندعو الأولاد ليشاركوا هاي الفرحة، لأنه فرحة العيد أحلى فرحة، وزمن المسيح هو أكتر زمن المسيحيين بيحتفلوا فيه، وكليجة دي لاسال بتركز عليه كتير منيح. وفي محافظة المفرق وببركة من قدس الإرشمندريت فينيديكتوس كيجال الوكيل البطريركي في شمال الأردن، رعى سعادة القنصل الفخري لجمهورية سان مارينو السيد سامر قعوار فعاليات الاحتفالات الميلادية التي دعا إليها كاهن كنيسة رقاد السيدة العذراء المفرق قدس الأب ديمتريوس السماوي، ثم أضاء شجرة الميلاد في باحة الكنيسة وافتتح البازار الميلادي السنوي الذي تنظمه أخوية الرعية ولجنة مدارس الأحد على وقع أنغام مجموعة كشافة ومرشدات الكنيسة. حضر الاحتفال رئيس بلدية أم الجمال السيد حسن الرحيبة وكاهن رعية اللاتين في المحافظة الأب طارق حجازين والشماس حازم النمري وجموع من المؤمنين. الخطة كانت السنة أنه بعد الأمسية يكون في إضاءة الشجرة، وشجرة السنة كان ارتفاعها حوالي 11 متر، عملوا على تزيينها الشباب وبدعم كمان من بلدية المفرق، كانت مشكورة لتشكيل الإنارة عليها. وكمان في عنا زي كل سنة اللي هو افتتاح البازار الخيري اللي كان هدفه السنة اللي هو دعم الأسر المحتاجة العفيفة، والحمد لله كان إقبال كثير، الناس أقدمت على الشراء بصورة كبيرة لحتى تفرح كل طفل محتاج ويدخل الفرح لهالبيت بعيد الميلاد المجيد. يعني شو ما بدنا نحكي بيضل قليل عن هالفرحة، لكن بدي أشكر اللي هم الأشخاص اللي قاموا على هذا الاحتفال من الجوقة ومن الكشافة ومن مرشدي مدارس الأحد اللي ساهموا بإنشاء هاي الفعالية، وبدي أشكر القنوات اللي صورت هذا الاحتفال، وأهمهم أو كلهم مهمين، لكن قناة نورسات كل الشكر والمحبة لهم على مساعدتهم دائما في نقل صوتنا للعالم أجمع، وكل المحبة والتقدير لكل الأشخاص اللي قاموا ببث هذا الاحتفال بجميع الوسائل. شكرا لكم، ميلاد مجيد وكل عام وانتم بألف خير. وأقامت مدرسة البطريرك ديوذوروس الأول احتفالها بمناسبة عيد الميلاد المجيد برعاية السيدة سهير بجالي مدير عام مدارس بطريركية الروم الأرثوذكس في قاعة كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصويفية، بحضور قدس الأب بطرس جنحو والأب سوتيروس هلسة وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية في المدرسة، حيث اشتمل الحفل على عرض مسرحي وترتيلة ميلادية من قبل طلبة المدرسة. وعقب العروض الفنية توجه الحضور لمبنى المدرسة لافتتاح البازار وإضاءة شجرة الميلاد. احتفلنا مع طلاب مدرستنا، كان عندنا احتفال مهيب، احتفال رائع جدا بعمل تراتيل ودعاء للميلاد، وأيضا شمل التراتيل وأيضا دعاء، وأيضا كان عندنا مسرحية صغيرة للأطفال بمناسبة الميلاد المجيد. أيضا توجهنا إلى مدرسة البطريرك ديوذروس الأول، تم افتتاح البازار، كنا شاركنا فيه في هذا البازار الرائع مع مدير عام مدارس سهير بجالي، وأيضا بوجود قدس الأب بطرس جنحو، وكنت أنا موجود معهم بافتتاح البازار. نشكر ربنا وصاحب الغبطة على كل الدعم اللي بدعمونا إياه، وأيضا بنشكر جلالة سيدنا اللي عطانا الأمن والأمان في هذا البلد الأردني الغالي العزيز. نطلب من طفل المغارة أن يحفظ صاحب الغبطة وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، أن يحفظهم أن يديمهم ذخرا وسندا للأردن الحبيب. كل عام وأنتم بألف خير. وباسمنا كلياتنا من نتوجه بالمعايدة إلى غبطة سيدنا البطريرك كيريوس كيرياطيا فيلس الثالث الجزيل الوقار، ولا سيادة المطران خريستوفوروس الجزيل الاحترام، وبنتمنى يا رب إنه تكون أيام خير وبركة ونعمة من رب المجد علينا، وتكون سنة بتحمل السلام والأمان لبلدنا ولمدارسنا الرقي والتقدم إن شاء الله، في ظل صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين
حفظه الله ورعاه. هذه الاحتفالات فيها مسرحية كانت لأطفالنا تحكي عن قصة الميلاد، كذلك كان في عندنا الكورال المدرسي، وبالآخر أطفالنا برقصاتهم يوشيوا ميري كريسمس. بنهاية احتفالنا دائما في بازار، هي من أعمال الطلاب بحصص المهني بأعمالهم بكل المدرسة. وبعد ذلك احنا استضفنا الفنان توفيق الدلو، وفي عنا مجموعة ألعاب داخل الساحة لطلابنا بيشعروا بفرحة العيد وبوجودنا بهذا العيد المميز اللي هو فعليا عطاء، وسيدنا المسيح أنار العالم بالسلام والمحبة والأمن. وفي كلية تيرا سانتا بجبل الويبدي بالعاصمة عمان، رعت راهبات المستشفى الإيطالي أخوات المحبة الدومينيكيات عرض مسرحية مميزة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حملت عنوان كابوس قبل الميلاد، وهي قصة من الدراما العالمية. قام بإعدادها وتمثيلها وإخراجها نخبة من طلبة الكلية، نالت إعجاب الحاضرين بشدة. حضر العرض القائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن المونسنيور ماورو للي، ومدير الكلية الأب رشيد مستريح، وعدد من الراهبات والأباء الكهنة، والدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة. وفي الختام ألقيت العديد من الكلمات المشيدة بهذا العمل الفني، وبعدها التأم الجميع لأخذ الصور الجماعية في أجواء من المحبة والسلام والسعادة. كانوا طلاب رائعين بالمسرح اللي قدموا لنا إياه، أعطونا الفكرة الجوهرية عن عيد الميلاد، عيد السلام، عيد الفرح، عيد العطاء، عيد المحبة. أنا جدا فخور فيهم طلاب تيرا سانتا. منوجه أمنياتنا القلبية لكل الطلاب والأهالي والمعلمين ولبلدنا الغالي الأردن، طالبين من إله السلام والمحبة، من مولود طفل المغارة الطفل يسوع، أن يمنح بلدنا الأردن وكافة بلداننا في الشرق الأوسط السلام والازدهار والاستقرار، وتحية محبة وإجلال لجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني قائد هذه البلاد، أدام الله بالصحة والعافية وطول العمر، وكل عام وأنتم بألف خير، ميلاد مجيد. وفي محافظة جرش، رعى عطوفة محافظ جرش عاطف العبادي والوكيل البطريركي في الشمال أرشمندريت فينيديكتوس كيال، بحضور مدراء الدوائر الرسمية والدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة ورئيس بلدية الفحيص جمال حتر، وعدد من أصحاب المعالي والعطوفة، على وقع الأنغام الموسيقية لمجموعة كشافة مارجيريس لنادي شباب الفحيص، وسط أجواء من الفرح والمحبة.